هانا نوتي كبيرة باحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. رحبت روسيا بتطبيع سوريا لعلاقاتها مع الدول العربية بعدما كان الدبلوماسيون الروس يضغطون منذ فترة طويلة من أجل تحقيق هذا الهدف، وذلك للأسباب الأساسية التالية: أولاً، روسيا بحاجة ماسة إلى الآخرين لدفع تكاليف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، والآن أكثر من أي وقت مضى. ثانياً، لطالما أرادت روسيا توازناً بين القوى الخارجية ذات النفوذ في سوريا. لي سنوات أخبرني المحاورون في موسكو أن ليس من مصلحة روسيا على الإطلاق أن تكون إيران وتركيا قويتين جداً في سوريا على حساب العرب. هانسن كريستنسن باحث وكاتب أمريكي: إن قرار جامعة الدول العربية إعادة قبول مجرم الحرب بشار الأسد في المجموعة يشير إلى قوة توضيد الاستبداد في الشرق الأوسط ويخدم المصالح الروسية في المنطقة وفي أوكرانيا. جوشوا لاندس مدير قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما: كما قلت مراراً، الأسد لن يساوم مع المعارضة، فطبيعة نظامه تجعل هذا مستحيلاً. لقد أخبر الأسد الأكراد أنهم لن يحصلوا على الحكم الذاتي أو جيش خاص بهم، أما بالنسبة لإدلب فالأمر أسوأ. تشارلز ليستر مدير قسم سوريا في معهد الشرق الأوسط: من هم الرابحون من إعادة ضم سوريا إلى الجامعة العربية؟ الرابحون هم الأسد وإيران وروسيا وداعش والأنظمة الدكتاتورية العربية. الرابح الأول هو طبعاً بشار الأسد الذي لم يعطي شيئاً وحصل على تطبيع دبلوماسي إقليمي في اتفاق لا يحتوي على مقاييس للالتزام ولا آليات تنفيذ، وسيستمر بالتجارة بالمخدرات. الرابح الثاني هو إيران، وكما أظهرت زيارة الدولة التي قام بها إبراهيم رئيسي، فإن تطبيع الأسد الإقليمي يخدم أجندة السياسة الخارجية لطهران ويؤمن مقعداً آخر من النفوذ الإيراني في جامعة الدول العربية، ويقلل من شأن الدول العربية باعتبارها تعترف بالهزيمة أمام إيران. الرابح الثالث هو روسيا التي سعت منذ سنوات إلى التطبيع مع الأسد إقليمياً لأن ذلك علامة واضحة على تراجع الولايات المتحدة وعدم الأهمية الأوروبية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من المصاعب الروسية في أوكرانيا، فإن موسكو تسخر من التزام الغرب بالمعايير والمساءلة. أما الرابح الرابع فهو تنظيم داعش الذي هو أضعف من أي وقت مضى في العراق وشمال شرقي سوريا، ولكنه عاد إلى الظهور في المناطق التي يسيطر عليها الأسد. إن تطبيع العربي مع الأسد سوف يغذي التجنيد في داعش أيضاً. والرابح الخامس من التطبيع العربي مع الأسد هو جميع الدكتاتوريين ومجرمي الحرب الحاليين أو المستقبليين الذين لديهم الآن دليل ملموس على أنه مع المثابرة يمكن لكل منهم تنفيذ مجازر جماعية للخروج من المشاكل، وفي النهاية سيشعر العالم بالملل بما يكفي للتوقف عن الاهتمام بالأمر أو السعي إلى المساءلة.